مسألة المنهج السلفي الصحيح هو ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن ندعو الناس إلى التوحيد وأن يدخلوا في شعائر الإسلام وأن يستمسكوا بالإسلام ظاهرا وباطنا، وألا نترك شيئا من دين الله عز وجل نقدر على فعله أو نقدر على قوله، ده الموجز. ثم بعد ذلك أن ننصر ذلك المنهج، ما كان في جسدنا حياة وما كان في عروقنا قطرة دم.